فالمجتمع الدولي قرر انه تسليح المعارضة السورية او قوات الجيش السوري الحر بأسلحة واقية، يعني عبارة عن واقي رصاص وأسلحة مدرعة غير قتالية. يا اخي فأنتوا هون على الأرض ايش رأيكم بهذا الاقتراح؟ يا اخي الشيء هذا ما بكفي، ايش بدنا نحن بالاسلحه الواقي؟ نحن ما بلزمنا درون، نحن رب العالمين هو اللي بحمينا، اللي خلصان عمره بيستشهد. نحن بدنا سلاح، بدنا صواريخ، بدنا اسلحه متطوره، نحن عم نحارب اقوى جيش بالوطن العربي، عم نحارب اربع خمس جيوش مو جيش واحد. دبابات حديثه 82 عم يعطونا قازم ار بي جي، ما بيعطونا شيء. ايش بدنا بالدروع وايش بدنا هالشيء هذا كله ما بكفينا نحن، بدنا سلاح متطور اكثر من هيك.